السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحدة غريبية معلقة مفرقعة كتجي غزالة بزاف، مكونات ديالها جد سهلة وبسيطة في متناول الجميع. كنتمنى ان شاء الله تنال استحسانكم واعجابكم. تبعوا معايا خطوة بخطوة نصائح واسرار التشقق ديالها في نص الوقت باش تنجح معاكم. واللي كيشاهدنا لاول مره كنتمنى تشاركوا في القناه بواسطه الضغط على الجرس الاحمر سبسكرايب او افوني باش كتعم الفائده واللي ديجا مشارك معليكم غير تفعلوا الجرس باش كيوصلكم دائما كل من هو جديد. نبداو على بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غنحتاجنا كما تلاحظوا معايا نصف كيلو من الكاوكاو اي الفول السوداني اللي ديجا كان عندي محمر وطحنته، يا اما تشريوه بلدي بالقشور قد تحمروه وتقشروه وتطحنوا، او داك العادي اللي كيكون ديجا مقشر كنحمروه في الفران وكنطحنوه مزيان بهذه الطريقه. هذه كان خصنا نتحصلوا على بودره الكاوكاو او الفول السوداني. عندي هنا نصف كيلو لان كتخرج تبارك الله كميه لا بأس بها، واللي بغى مثلا نعمل نصف الكميه لكنا الاختيار. عندي في هنايا كاس من السكر، دائما القياس بكاس العنبه، كاس شاي اللي كيكون الوزن ديالو 150 النواشف و 160 بالسوائل. ضفت هنايا واحد الكاس الكوكم، الكوكو اي جوز الهند اللي ضروري خصو يكون ميدم، يكون بلدي ورقيق ماشي داك الغليط باش تنجح معكم هاد الغريبيه. هذه ضروري ومؤكد. انا بالنسبه للغريبيات كنشريه دائما ميركادونا، هذه هي البورصه ديالو فيها 125 غرام كتعمل شي 70 سنتيم، لان الصراحه اذا ما كانش الكوكو ميد مرقيق ما كتنجحش معنا، كتجي ناشفه وما كتنجحش معنا الغريبيه. ضفت هنا قبيصه من الملح. اول مره غنعمل غير ثلاثه د البيضات، ولكن ملي غنبقى نخلط غنحتاج اكثر على حسب النوعيه ديال الكوك والنوعيه ديال الكاوكاو كيشربوا. غنضيف هنا جوج المعالق كبارين من مربى المشمش، واللي ما متوفراش عندكم مربى المشمش تقدروا تعملوا معلقه كبيره من الجليكوز، حتى هي كنشريها من ميركادونا. كنحاول ما امكن دائما نوري لكم مي كنشري المقادير اولا السلعه ديالي اللي كنخدم بها، لان دائما كيجوني تعليقات بكثره من هذه الناحيه. هذه ديت هنا جوج المعالق كبارين من الزبده وهي اللي كتخليها النار تطبه، وغنضيف هنا جوج المعالق كبارين من الكاكاو المر، كاكاو خام حتى هو. اخواتي بالنسبه للاخوات اللي جاوا جدادين هنا في اسبانيا كنشريه في ميركادونا، الثمن ديالو جوج اورو 70 او لو 80 اذا ما كذبتش، ان شاء الله ما وصلش 3 الاورو. وكيبقى لي كنخدم به بزاف المرات الكيكات، كنخدم به بزاف الحاجات. غنحتاج واحد خميرة الحلويات من فئة 15 غرام، هذه هي كما كتشوفوا معايا الخميرة كنشريها من ليدي الأخواتي وصافي. ودابا كنبقى نجمع مزيان هاد الشيء هذا مع بعضيته، وإن شاء الله كما العادة كنخلي لكم مقادير مذكورة في صندوق الوصف. فكنحاول نجمع مزيان كل شيء مع بعضه بهذه الطريقة هذه، ولكن انا كنعجن وانا غنبقى نزيد البيض شويه بشويه لان ثلاثه البيضات ماشي كافيين. على حسب دائما كيكون الكوكي شراب ولا الكاوكاو، لان الصراحه الغريبيه ديالنا هذه معلكه باش تجي مزيونه وتجي ناجحه معنا ضروري خصنا يكون الخليط شويه خفيف، يعني بحال بحال ملوزه ما خصناش نطلعوها قصحه. اذا طلعناها قصحه ما غتنجحش معنا وما كتشققش وكتبقى هيداك مكوره قاصحه في الفرن. ضروري خصنا نشبعوا على البيضات. انا درت معايا 5 د البيضات تقريبا، حاولت ما جريش الفيديو معكم باش تشوفوا القوام. هانتوما كتلاحظوا كيف بقات لي العجينه ديالي اولا الخليط. دابا غنضيف واحد البيضه اخرى وغنبقى نجمع وغنزيد الثانيه، يعني مجموع 5 د البيضات بالنسبه لنص كيلو ديال الكاوكاو وكاس الكوك. حاول نجمع مزيان الخليط ديالي بهذه الطريقه. هذه هي طول ما بقات خفيفه، لان من بعد كتشرب اذا مشيتو غفلتو عليها غير شي 5 دقائق عاد تشرب وما غتجيش مزيونه. حتى هذه واحد المعلومه مهمه بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي مثلا كتعجبهم هذه الحليوه هذه وخصهم يطبقوها.
دائما الغربيات بحال هيدا اذا عملت لهم غير بيضات كافيين كينجحوا معانا. كنشوف هنايا يعني غفل عليها شويه ونرجع غنجبر الشربات غنزيد لها البيضه الخامسه. صافي اخواتي دابا غنمشي نغسل يدي وغنجيو باش نكورو الغربيه ديالنا. هنا عندي السكر كلاصي العادي، الصراحه في المغرب الناس اللي عايشه في المغرب تعمل السكر سبيسيال، لان سبيسيال كيكون فيه واحد الكميه من النشا اي مايزينا وما كيتحرقش معكم في وسط الفرن. هذه حتى هذه واحد النقطه مهمه. واحد الاخت كتبت لي في انستغرام قالت لي كرام دائما كنعمل ملوزه كتحرق لي السكر، لان السكر العادي كيتحرق، من الاحسن تكون فيه واحد النسبه من النشا. بالنسبه للناس هنايا اللي عايشين في اسبانيا ما عندناش السكر سبيسيال، حاولوا ما امكن تزيدوا معاه معلقه النشا باش ما كيتحرقش. في نص الوقت ما كاين بعض النوعيات السكر كتكون شويه فحال فيها اللي اوميتي، يعني فحال فيها الرطوبه. الصراحه جربتها بزاف د المرات كترزي لي الحلوى، كندخلها الفران داك السكر كيدوب ما كيبقاش واقف، النوعيه ما كتكونش مزيانه. من الاحسن تستعملوا نوعيه ميركادونا مزيونه. اما داك السكر كلاص اللي كنشريو عند الجزار بعد الساعات ما كيصدقش يعني 100% مزيان، خصو يكون جديد، اذا كان قديم والو. عن تجربه لان رزالي الغربيه ديالي. هنا عندي واحد الطويصه فيها غير شويه الماء، ماشي ماء الزهر المعادي من الروبيني، كنسيس يدي فيها اذا احتاج لان الغربيه اولا الخليط ديالنا كيلصق، وكنبقى نكور بهذه الطريقه. هذه بغيتوا تضغطوا عليها شويه باش كتجيكم حنيه كتضغطوا عليها، ودا بغيتوا تعملوها كما هي مكوره كيبقى الاختيار لكم، لان ملي كتكون مكوره كتفركع وملي كتضغطوا عليها شويه كتبقى مشقه عاود بحال بحال ملوزه. صافي غنستمر بنفس الكيفيه، كنكور هنا كويرات كيبقى الحجم نتوما كتحكموا فيه، بغيتوها صغيره ولا كبيره كيبقى الاختيار لكم. انا دائما الحلويات التقليديه ما كنوزناش، عيني ميزاني وكيجيو تبارك الله الحبات قد بعضيتهم. في الاثناء الفرن خصو يكون ضروري عندنا مسخن على درجه الحراره 200، يكون سخون سخون قبل ما ندخلوا الحلوى باش عاد كننزلوا له الحراره ديالو. فملي كندخلوا الحلوى كنقصوا 180، ومن بعد باش كتشق معنا كنعليو السينيه ديالنا الفوقي حتى كتشق عاد كنهبطوها لتحت. اذا عندكم الفران ضد الغاز كتعملوا الحلوى ديالكم من تحت عاد كطلعوها فوق، اذا كان عندكم ضد الضوء حاولوا ما امكن تعلوها شويه الرف الفوقاني كتشقق، ومن بعد كتهبطوها لتحت كتكمل الطياب ديالها، ما كتعداناش شي واحد 10-12 دقائق وكنخرجوها. هذا هو الطريقه الطه ديالها باش تنجح معكم وتجيكم مشقوقه ان شاء الله. وهذه هي النتيجه كما كتلاحظوا معايا، كتجي غزاله الغربيه معلكه مشقه كتحمق. بالنسبه كما قلت لكم السكر كلاصي اللي مثلا ما متوفرش على السكر كلاصي سبيسيال يعمل واحد المعلقه مع د مايزينا باش ديك السكر ما كيدوبش معنا وكيبقى باين في الحلوى ديالنا اولا في الغربيه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال احسنكم واعجبكم، وكنتمنى باذن الله تجربوها وتردوا عليا الخبر وتسردوا لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام كما العاده. بالنسبه للاخوات اللي غيخدموها لي كوموند، نسبه ثمن البيع كيتراوح ما بين 13 اورو حتى 14 اورو للكيلو، لان فيها الكاوكاو وفيها بزاف الحاجات كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت هي ما كتوزنش، يعني هاد المقادير ان شاء الله كتجيكم واحد الكيلو كيبقى لكم واحد 4-5 د الحبات، يعني ما كتكونش ثقيله. شكرا لكم على حسن المتابعه، تهلاو لي فراسكم، احبكم في الله، وانتظرونا مع وصفات اخرى. مع السلامه.